نايف فاروق كان معانا ندوه ويمكن اصلت تصريح يعني برضو البعض وقف عنده شويه ان من سنه ونص تقريبا محدش دعاها ان هي تحيي حفل في الاوبرا وده كان بالنسبه لها يعني هي مش عارفه السبب هي مش عارفه السبب وحاجه تانية ان هي قالت ان هي قدمت استقالتها في شهر فبراير اللي فات من فرقه عبد الحليم نوير عشان هي مش عايزه يعني تفضل في قالب الموظفه ده حقها وده قرارها وطبعا لها كل الحرية ان هي تعمل كده بس ده ما عمره ما يمنحها ان هي تغني في الاوبرا. انت دلوقتي بتحاسبني على حاجة من سنة ونص وانا كنتش موجود من سنة ونص كنتش موجود في المكان اللي انا اقول ان هي تغني. لا لا ما اقصدش انا بس عشان ما هو انا خلاص الناس بتوجه الاوبرا بالتوجيه تمام. لكن هي مي فاروق اتربت في بيتنا على ايه؟ على لا لا في بيتنا بيت ابويا عبده دايغر على يدي يعني مي مطربة مصرية يعني مش قادر اقول لكم انا بحب صوتها قد ايه وهي تستحق الاوبرا بيتها واي وقت هتبقى عايزة تعمل حفلة طبعا انا بعت لها ناس بعد ما سمعت الحوار ده يعني لان مي يعني احنا بنتباهى بيها يعني لما نعمل حفله ونعمل حاجه فهو ده اقدم افضل نماذج عشان نتباهى باجمل ما عندنا يعني. لكن طبعا مش ممنوع ازاي يعني